حنا جينا باش غادي ندخلوا كنتفاجئوا حتى جايين غندخل باب الفيلا حتى قالك لا راه انت ما كاينش فاليز باغي كاش لك تدخل وحبسونا قالك ما تدخلوش اخوتي الاخر اللي دخلوا شافوا خرجوا كيبكيو وقالك حالة با لا حالة با يرتا لا الا شافونا يحلوا لنا الفيلا الدار ديال بانا ماشي دارها هي دار ديال با ديال الاسم ديالو خاصنا ندخلوا الدار ديال بانا وكنشوف واحد كنشوف هذا الوضع هذا زعما كاين اللهم هذا منكر هاد الناس حبسونا قال جينا بغينا ندخلوا بغيت ندخل الدار ديال با قالت لي ما كاينش في لاليس وقلتوا عليا بالمعيور والسبان واش انا الدار ديال با وتحبسني ما ندخلش واش ديالها هي مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى كما وعدناكم في الفيديو السابق عصام وفؤاد غادي يشوفوا الاب ديالهم اليوم هو تاريخ اللي اعطاتهم المحكمه بطبيعه الحال باش يشوفوا الاب ديالهم الا ان فؤاد وعصام ما دخلوش تبعوا معايا عصام اليوم كانوا الاخوه ديالك اللي من الزوجه الثانيه ومعاهم المحامي ومعاهم الطبيب انت وخوك ما دخلتوش كيفاش حنا جينا باش غادي ندخلوا كنتفاجئوا حتى جايين غندخل باب الفيلا حتى قالك لا راه انت ما كاينش فاليز باغي كاش لك تدخل وحبسونا قالك ما تدخلوش واش هادشي يمكن باش حنا ولادو الاب ديالنا كاين ما ندخلوش نشوفوا بانا حنا لا بغينا نشوفوا بانا خاصنا قالك مسطره اه واش دابا حنا لولادنا حنا ولادنا حنا اللي كبرنا الا بغاو يشوفونا وكتنا عند ولدي الاخر ما يمكنش يجي يشوفني انايا يعني لا ليست ما فيهاش نتوما قالك حنا لا ليست ما فيهاش حنا واش هذا قانون حنا ما نكونش حنا في لا ليست واش حنا قانون هذا اللي كيمنعنا ما نشوفوش بانا من بعد شفتي انت الاخوه ديالك اللي دخلوا كيفاش شنو شافوا شنو لقاو كيفاش الامور اخوتي الاخر اللي دخلوا شافوا خرجوا كيبكيو قالك حاله با لا حاله با يرتا لا قالك ما كانش بحال هكا قال لك الدري اختي كتبكي الدري خويا كيبكي قالك حاله فيه قالك وكيبكي عليهم هو بانا ما عرفوش مسكين مع الاخرين كيتغاوتوا معاهم كيعايروا فيهم قال لهم حنا قال لي حنا ما كنضربوش اريحوا اريحوا مسكين ما عرفش شكون من ولادو ما عرفش هو عرفهم ما عرفهمش ما عرفش لا بنته ولا ولده ما عرفهمش يعني اللي فهم دابا اللائحه ما فيهاش الاسماء ديالكم نتوما ما دخلتوش حبسونا قالك لا ما تدخلوش نتوما واش حنا بانا باغي نشوفو كيمنعونا صافي جات لائحه كيفاه حنا كيما فيهاش حنا خصنا ندخلو نشوفو بانا ندخلوا حنا مجموعين هذاك الاب ديالنا نتوما خوتنا شادين الاب ديالنا معتزينو خاصنا ندخلوا نشوفوا بانا الا شافونا يحلوا لنا الفيلا الدار ديال بانا ماشي دارها هي دار ديال با ديال الاسم ديالو خاصنا ندخلوا الدار ديال بانا علاش حبسونا نتوما ولا لا استاذ يعني دابا اللي فهمت انا لكم حتى نتوما خصكم ديروا واحد المسطره اخرى وديروا فيها الاسماء ديالكم باش نتوما تعاودوا تمشيو تشوفوا فعلا قالك ديروا مسطره قالك باش نتوما تدخلوا تشوفوا دابا اللي باغي يشوف با خاصو يلتجئ للمحكمه ويدخل عند الاستاذ تا هو الوكيل باش يعطينا من المحكمه باش نشوفوا بانا نعم واحد السؤال الاخير اللي عندي معاك هو الزوجه الثانيه هي لازالت مرتو لازالت مرتو علاش هي ما دارتش هذا الاجراء على الاقل تجيبوا للدار عندها وتشوفوا نتوما بحكم ان عندكم علاقه طيبه مع الزوجه الثانيه مثلا كاينه ما عطيتوش انت هذا الاقتراح للاخوه المحامي وقال ما والله ما عرفتش باش نكذبش عليك حبيبي واش دايرين ولا ما دايرينوش باش المره الثانيه تهزوا الديل عند الفيلا ديال با حتى هو يجي لعندها تما وندخلوا ديك الساعه حنا بلا اوراق عند هذيك الزوجه الثانيه ندخلوا عادي الا كان عند هذيك عادي بات في الدار ما كاينش مشكل غادي نشوف الكلام مع خوك حتى هو مشاهدينا الكرام فؤاد سمعتي خوك نفس الوضع هو الوضع ديالك انت كيفاش شفتي الامور وكنشوف واحد كنشوف هذا الوضع هذا زعما كاين اللهم هذا منكر هاد الناس حبسونا قال جينا بغينا ندخلوا بغيت ندخل الدار ديال با قالت لي ما كاينش في لاليس وقلتوا عليا بالمعيور والسبان حدا الباب ديال الدار قالك ما تدخلش واش انا الدار ديال با وتحبسني ما ندخلش واش ديالها هي ما فهمتش والو انا هو واحد الكلام نابي والله ياخذ الحق هذا الشيء اللي كاين نفس السؤال الثاني انت تلاقيتي مع يمكن هند اللي هي الاخت ديالكم من الزوجه الثانيه وخوك كذلك كيفاش شافوا الامور؟ قال لي الوالد ديالك ضعاف ونقص بزاف ومريض كيعيش في حاله يرتا لها
مريض ضعاف، الحاله الصحيه ديالو تدهورات، كيعيش واحد الرعب نفسي وواحد الاكتئاب. هادشي اللي كاين. دابا خصكم ديروا نتوما اجراء. حنا غنديروا واحد الاجراءات قضائيه باش حنا ناخذوا بوانا، باش نشوفوا بوانا نطلعوا عليه. لا حول ولا قوه. غادي نسولك السؤال الاخير، هو الطبيب. الطبيب كنا درجنا الفيديو ديالو وقال لك الوضع ديالو يعني السن مع الوضع الصحي ديالو شيئا ما على ما يرام، يعني الوضع الجسماني ديالو مع لاج مع السن كتبقى. العامل الثاني هو متخصص فيه ديال الشيخوخه، يعني هذا المرض ديال الزهايمر، وهذا قال لك بانه كان شيئا ما كملش الدويات، ما كملش. هذه الملاحظات اللي شاف هو اللي شيئا ما فيها نقاش. شنو قال لكم الطبيب نتوما؟ والطبيب قال لنا بان هذا السيد هذا راه مريض عيان، كيعيش واحد الحاله ديال الاكتئاب وما متبعينش ليه الدواء ديالو. هادشي اللي قال لنا الطبيب، كيعيش واحد الاكتئاب وما كيعطيوش الدواء ديالو. شكرا لك. الكلمه الاخيره انت الابن البكر، انت الكبير كبير والله. الكلمه الاخيره والله الله ياخذ فيهم الحق، اللي مانعيننا على بوانا واللي كيتعداو عليه، الله ياخذ فيهم الحق. وهذا النهار هذا وكنتمناو سيدنا الله ينصر والله يشافيه لينا، والسي سي سي عبد النبوي والسي الحموشي والسي الداكي يوقفوا معنا. الله يرحم لكم الوالدين والشعب وجمعيه حقوق الانسان. الله يرحم لكم الوالدين اللي ما وقفوا معنا. الله يستر لكم يا ربي. شكرا لك مشاهدينا الكرام. كما وعدناكم الخبر الاولي كان من الزوجه الثانيه والابناء ديالها انهم غيشوفوا الاب ديالهم اللي هو شعيب بطبيعه الحال، الابناء فيما يخص الابناء، ولكن واقع الحال له راي اخر في معطيات اخرى. الابناء يعني فؤاد اللي هو من الزوجه الثالثه موضوع النقاش، وعصام اللي من الزوجه الاولى ما كانوش في اللائحه، ما دخلوش شافوا باهم. بقى النقاش انهم انتظروا الاخوه ديالهم حتى سالوا وعطوهم مجموعه من الامور اللي درجت معهم في اسئله ونورت بها الراي العام. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد، وبالاخص اذا قاموا بهذا الاجراء من اجل انهم يشوفوا الاب ديالهم. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.